زينين. الحمد لله. بس ايش قد الحضور عندنا؟ 12 11 واحد. هلا بكم. اليوم محاضرتنا نتكلم عن نفس المحاضرة السابقة اللي نشرت لكم إياها، السكانينج الكترون مايكروسكوب. جا تشوفون الشاشة مو؟ أي دكتور موجودة؟ أي دكتور أي شاشة المحاضرة مو هسه قدامكم؟ لو أي دكتور يعني صورة الجهاز. أي تمام، واضح إن شاء الله. أي دكتور إن شاء الله. فمحاضرتنا اليوم هي السكانينج الكترون مايكروسكوب، مثل ما تشوفوا هذا الجهاز اللي قدامكم، هو جهاز موجود عندنا بالقسم لكن الحين يعني حاليا وضعه بالصيانة. الصور اللي طلعها انه يعني انتم شايفين المجهر الضوئي، العينات مالتكم مثل هاي الصورة اللي بركم، هاي الجوة اللي هو البيرلايت، من تشوفوه بالمجهر الضوئي تشوفوه عبارة عن خلينا نقول يعني مهج. هسه البيرلايت هنا شو مبين؟ مبين الطبقات مالت السمنتايت والفرايت. ليش؟ لان التكبير عالي والصوره تطلع عندنا 3 دايمنشن. فاذا تشوفون هنا السمنتايت صاعد شويه، يعني ارتفاعه اكثر لان مقاومته للتاكل اكثر، بينما الفرايت لا ينزل جوا. هاي الصوره اللي على اليسار هي الياف نانويه، السكيل هنا اذا تشوفون 200 نانومتر، يعني قطر الليف الواحد تقريبا 10 المايكرومتر. وهذه الصورة الأخرى اللي هي كريات الدم الحمر إذا تشوفوها، طبعا هو المجهر يشتغل أبيض وأسود لكن أكو عندهم تقنيات التلوين، يعني بعد التصوير يعطون تلوين فتبين بالشكل. وإذا تشوفون الحشرة شكلها 3 دايمنشن هنا، يعني الشكل الحقيقي لها بالمجهر الضوئي صعب توصلون هي درجة من التكبير. تمام. فالقصد أنه المجهر الإلكتروني قدرة التكبير مالته اعلى من المجهر الضوئي، دقه التكبير، الدقه مالت الريزوليوشن اعلى والوضوح اعلى، وينطينا صور ثلاثيه الابعاد. ليش؟ لان الدبث اوف فيلد مالته يكون اكثر من المجهر الضوئي. الدبث اوف فيلد شنو هو؟ الثاني من نشوف بالكاميرا، من اركز الصوره خلينا نقول على شخص، الخلفيه اللي وراه شو تبين؟ تبين مغوشه، والقريب كل شيء يبين مغوش. اذا اقرب الشيء قريب اخلي الورا يتغوش والقدام يتغوش، بس هو يتوضح. المجهر الكتروني به خاصيه انه ممكن اشوف البعيد واضح والقريب واضح بنفس الوقت، الشيء اللي انا مسوي فوكسنج عليه واضح. هاي معناها depth of field. تمام. ف كتعريفه، scanning electron microscope is a type of electron microscope that produce image، ينطينا صوره of a sample، النموذج اللي نريد نشوفه، by scanning it with a focused beam of electrons. اذا هو طريقة الفحص مالته مو مثل المجهر الضوئي، انه الصورة الضوء ينعكس مباشرة الي، لا المجهر الضوئي العفو الالكتروني سكان، يعني يروح على كل نقطة. الالكترون بيم عبارة عن عمود الكتروني يركز في نقطة كلش صغيرة، يعني ابعادها نانوية، يروح على ذيك النقطة يمسحها وينطيني الانعكاس مالها، يروح على النقطة اللي بصفها يمسحها، الانعكاس مالها الديتكتر يتحسسه. بالتالي الصورة عندي اني خلينا نقول 600 في 600 نقطة، هو يفحص سيت افقي 600 نقطة، بعدين ينزل سيت اخر يفحص 600 نقطة، ينزل سيت اخر يفحص 600 نقطة الى ان يكمل الصورة كلها. فبالتالي شو احصل اني؟ احصل مسح كامل للسطح. هذا وين نلقي اذا تتذكرون التلفزيونات. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. من وياي؟ همام. همام دكتور. همام هلا. همام هلا بيك. يا هلا يا هلا مرحبا. هلا دكتور. الله يسلمك. هلا بيك. فاذا تتذكرون تلفزيون ابو القنبور القديم، من اذا تفسخوه وتشوفون شكو بداخله راح تلقون اكو فت خويت تنجستن بالسنتر في مسافه بعيده شويه عن الشاشه، واكو فوق. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
وتشوفون فوق اكو مغناطيسين ملفين وعلى الجوانب ملفين، الملفين الفوق والجوه بالفضاء، يعني التيوب مال هذا التلفزيون القديم مفرغ من الفضاء. فالحزمة الالكترونية اللي يطلقها خويط التنجستين اللي يصير هو قطب والشاشة قطب آخر، شي يصير؟ يصير ممكن ديفلكتد، يعني أغير اتجاهه بالمجال المغناطيسي. فشاشة التلفزيون القديمة هي بنفس مبدأ المجهر الالكتروني، لكن مبدأها بالعكس، إنه الإشارة تجي لخويط التنجستن تنطيفة فرق جهد يولد إلكترون بيم يتجه باتجاه معين، يضرب نقطة على السطح مال الشاشة، هاي النقطة على السطح مال الشاشة مادة متفلورة فتضيء. من الضيء شو تسوي؟ ينتقل عن نقطة لبصفها، إضاءة أقل أو إضاءة أعلى حسب رسم الصورة اللي إحنا نريدها. فبالتالي هاي الشاشة تنمسح بالثانية 1200 مرة تقريبا، ولذلك تردده يكون كلش عالي. وإحنا نشوف من الجهة الثانية من الشاشة نشوف صورة عندنا. هذا مبدأ المجهر الإلكتروني. إذا فرقه عن المجهر الضوئي، المجهر الضوئي تجي الصورة مباشرة، إنه يعني انعكاس كامل عن طريق عدسة وتوصل لعيوننا. المجهر الإلكتروني لا، يروح نقطة نقطة يفحصهم وينطي انعكاسهم. يعني النقطة إذا السطح صاير باتجاهنا ينطي إضاءة، إذا السطح صاير مو باتجاهنا شيء يعطي ظلام. فبالتالي تتولد عندي صورة. الصورة اللي تتولد عندي هي صورة طبعا لو أكو لو ماكو، إذا طيف لوني ماكو، إذا الصورة تطلع عندي بالمجهر الإلكتروني هي بالأبيض والأسود فقط. الصور بي غير ملونة، أما هاي الصور اللي شفتوها مثل كريات الدم العمر التلوين، فهذا التلوين أكو برامج خاصة يعرفون هذه التوبوغرافي، يقولوا له هذا الطيف فلان لون ذيك فلان لون، بالتالي يلونها. كملخص هنا summary: the quality and resolution of SEM image are function of three major parameter. إذا نوعية الصورة ودقتها تعتمد على ثلاث عوامل: instrument performance المعدات، يعني هاي احنا شو نقصد من هاي النقاط الثلاثة، المجاهر الإلكترونية هم موديلات مثل المجاهر الضوئية، يعني يكون مجهر ضوئي اتذكر جابوه للقسم صيني، يعني المجهر هذا التجاري اللي بالسوق يبيعوا باب الشرجي أحسن من عنده. وأكو مجاهر اللي مثل عندنا هسه بالقسم اللي هي الألمانية ويابانية نوعيتها، لا ذيك تصير الدقة مالتها عالية. فالنقطة الأولى شو تقول؟ instrument performance، يعني معدات هذا الجهاز مكوناته أدائها مضبوطة لو لا. اثنين selection of imaging parameters اللي هي يعني اختيار البارامتر اللي أنا أصور بيه، يعني الظروف ما التصوير انا مضبطها. اذا هاي ايش تعتمد؟ تعتمد مو بس على الجهاز، تعتمد على الشخص. اذا ممكن اجيب مجهر مضبوط ومشغل سيء، مثل ما هواية عندنا اكو مجاهر بالعراق يروحون العالم يفحصون يقولون كل شيء مفتوح من الصور، معناه المشغل ما مضبوط، ما يختار الظروف المضبوطة حتى يطلع بها الصورة. والنقطة الثالثة nature of the specimen، طبيعة النموذج نفسه. اكو نماذج مثل من معدن الألمنيوم، المغنيسيوم، بعض المواد العازلة، يعني التصوير مالها شوية صعب لأنه تمتص الشحنة الإلكترونية، والألمنيوم المعادن الخفيفة والمغنيسيوم بالنسبة للمجهر الإلكتروني تعتبر مثل الجزئية شفافية، يعني الحزمة الإلكترونية تخترق شوية كم طبقة ذرية وتنعكس فتطيني فالصورة مو كلش واضحة. إذا إيش نحتاج؟ نحتاج نرجع للنقطة الثانية بالبارامتر، نغير الشدة مالت الحزمة الإلكترونية، أو نطلي المعدن بمعدن ثقيل آخر، يعني أسوي طلاء بالذهب حتى التوبوغرافي تطلع واضحة مالتي، وهكذا. زين، فهاي النقاط الثلاثة تتداخل كلها حتى تطلع لنا صورة مضبوطة. نجي مكونات المجهر. المجهر بصورة عامة المكونات الرئيسية عدد شمبر اللي جوا. زين، هنا فوق يصير عندي خوايط تنجستن هذا الشكل، هذا هو خوايط التنجستن. نرفع حرارته للتوهج فولتية مستمرة بسيطة، وبنفس الوقت تصير اكو فولتية اخرى بين هذا خوايط التنجستن وبين اكو هاي قطعة بصفها تصير مثل الكب مثل القبغ، هذا القبغ بيزرف صغير هنا يصير مقابل التب مالت خوايط التنجستن. الفولتية بين هاي وهاي تصير عالية جدا، يعني أنا نوبات أشغل على 5000، نوبات على 10000، نوبات 20000، يوصل لـ 30000 فولت.
فشي يصير الكترونات هنا، هذا قطب سالب وهذا قطب موجب، تطلع مع طول التنجستن متوهج، شي يصير بيها؟ تطلع، وهاي الكل مفرغ فاكيوم، فشي يصير تنطلق، تنطلق بتعجيل حسب الفولتية، قسم منها يروح ياخذ هذا القطب ويرجعه، قسم منها ينطلق باتجاهه، اللي ينطلق بالاتجاه هو هذا اللي يولد الالكترون بيه. قدامه تصير مثل القرص بثقب صغير ينظف بس الأشعة اللي أحتاجها أني، اللي تعجيلها عالي تنطلق بهالاتجاه. هذه عندي مغانيط، يعني مغناطيس هنا ومغناطيس هنا ومغناطيس هنا، هذه دورها شنو؟ كوندنسر، يعني تسوي تركيز، فتحة أخرى هاي شنو؟ تنظف الإلكترونات الزايدة. يجي مغناطيس آخر اللي هو أيضا كوندنسر، يركز الحزمة الإلكترونية في نقطة كلش دقيقة، تنطلق تروح المن لمغناطيسات أخرى الأخيرة اللي هي اللي نسميها الكويلات اللي توجه هاي المغانيط. هذا الحزمة الإلكترونية تبدأ شو تسوي؟ تحركها يمين شمال، يعني إكس واي تحركها حتى تمسح السطح. إذا هذني الفوق الوجبتين المغانيط شغلهن شي يسوون؟ يركزن الحزمة الإلكترونية حتى حصلها في نقطة كلش صغيرة. المغناطيسات بالأخير اللي هن ذني نسميهم كويل، ذني توجيه. هذا الاستيج يصير عندي العينة أخليها على هذا الاستيج، ممكن يكون مائل ممكن يكون عدل، المهم الحزمة الإلكترونية تجي على الاستيج تضربه في نقطة معينة. أكو هنا متحسس، المتحسس إذا شوفوه راح تتعجبون شلون تطلع الصورة. المتحسس هو عبارة عن فتحة بها مشبك ومرتبطة يعني بدائرة إلكترونية مضخمة، فهاي من تنضرب الشحنة على هالسطح تشع عدة أنواع من الإلكترونات، تولد لي نسميها سكندري إلكترون اللي هي الثانوية، يعني الحزمة هي الأولية الانعكاس مالها نسميها الثانوية، فهاي الحزمة الثانوية لها فرق جهد معين. هذا المتحسس نوع خلنا نقول يتحسس بس الثانوية، فشي يعطيني صورة للانعكاس لكل نقطة من الإلكترونات الثانوية. أكو متحسس آخر يتحسس غير نوع من الإلكترونات، شو نسميه؟ الباك سكترت. أكو إلكترونات تدخل بالسطح بعمق معين وتنعكس وترتد وترجع تنعكس من جديد، فنسميها باك سكترت. هايش تطيني؟ تطيني طبيعة أخرى للسطح، مو بس شكل السطح. إذا المعدن ثقيل الباك سكترت تطيني إضاءة عالية، إذا المعدن نوعه خفيف يعني عدد الذري ماله قليل أو كثافته قليلة، إيش تطيني؟ تطيني لون آخر. فش أقدر أحدد بالديتكتر النوع الآخر؟ أحدد به نوع المادة، بس ما أقول هاي المادة شنو، بس نوعها. أشوف مثل إذا طورين يبين هذا طور بلون وهذا طور بلون آخر، أو سبيكة مثل النحاس والزنك البراس يطيني، لا يطيني سطح مبرقش وكأنه أنا جاء أفهم هذا معدن ثقيل هذا معدن خفيف بصرفه. المهم الديتكتر يوديني اللي مضخم امبليفاير، والامبليفاير ويا كنترول سيستم يشطيني على شاشة يرسم لي الصورة اللي موجودة. بنفس الوقت الاسكان جنريتر هذا، وشوفون هي دائرة يعني دائرة مغلقة، ينطيني الاسكان جنريتر اللي يولد لي السطح الاسكان، شقد المساحة اللي افحصها اني، شقد سرعة الاسكانينج، عملية النقط اللي افحصها، كم نقطة بالثانية اطلع، و أقدر بهالأسلوب أحصل على صورة. هذا كل السيستم اللي هذا نسميه الكولوم، من الفيلمنت إلى أن العينة هذا نسميه الكولوم، جوها شو نسميها؟ تشامبر. إذا نرجع للصورة مالتنا الفوق، هذا الكولوم والتشامبر تصير هنا جوا، يعني إحنا مجهرنا هاي البوابة تنفتح أخلي العينات بيها أرجع أسدها وشغل المنظومة. الديتكترات هنا ذني مثل هنا عدة ديتكترات رابطين على هذا المجهر، احنا مجهرنا عندنا ديتكتر اللي هو السكندري والباسكتر والاي دي اس، ثلاث ديتكترات. ممكن واحد يربط ديتكترات اكثر مثل الدبليو دي اس والاميشن فيلد وغيرها من الديتكترات المتحسسات الاخرى، وهذا يعتمد طبعا سعر المجهر وكفاءته وغيره. ماشي، هسه شرحنا لكم مكونات الرئيسية للمجهر الالكتروني، عندكم سؤال عليها؟ ألو، دكتور واضحة، دكتور واضحة دكتور. ها زين، عبالي مغلسين كلكم شامرين تليفونات رايحين.
لا لا دكتور موجودين الحمد لله. لا وياك دكتور. زين ماريا وين احكي؟ امير ضحى موجودين دكتور. عاشت ايدكم هلا بيك. وياك دكتور. ماشي ماشي زين. فنرجع موجودين دكتور موجودين هلا بيكم. هسه نرجع نكمل المكونات الرئيسية اللي شرحناها. هذا الرسم البسيط هذا مطلوب منكم، بس مو مطلوب يعني ترسموا لي هاي الكروسات وهاي الخطوط المتعرجة، يعني كرموز بسيطة تقولون انه هذا المجموعة الاولى من الكويلات، الثانية العفو من العدسات المغناطيسية، والمجموعة الثالثة اللي هي نسميها الكويلات، والستيج اللي هو هذا الأسود السبيسيمن تتخلى عليه، ومنظومة الفاكيوم والمتحسس والمضخم والشاشة ومولد عملية المسح ومغنيفيكيشن كنترول اللي هو يعني المغنيفيكيشن كنترول والسكان جنريتر بالصورة يصير هنا جوه، يعني هذا وهذا، هذا الكنترول جوه اكو مضختين طبعا بالمجهر الالكتروني هنا يصير اكو مضخة داخل هذا البوكس هنا اللي نسميها تربو بامب، وكو مضخة خارجية اللي نسميها الروتاري بامب مال فاكيوم اثنين هنذني. الخارجية شغلها توصلني لضغط معين بالفاكيوم ويعني تحسن لي الفاكيوم جوا. التربو وراها تشتغل، التربو سرعتها عالية توصل 30,000 دورة بالثانية بالدقيقة، ديش تسحب شكو متبقيات حتى الفاكيوم يصير كلش عالي منها. تمام. فنجي المكونات الرئيسية كنقاط، الالكترون كولوم اللي هو هذا الالكترون كولوم كله من هنا لهنا، هذا الالكترون كولوم عدساته والفيلمنت، وعندي السكاننج سيستم اللي هو هذا الجوه السكاننج سيستم المنظومة زين، والديتكتر المتحسسات هاي شفتوها مزروعة حوله، والديسبلاي سكرين الشاشة ومنظومة الفاكيوم، والالكترونيك كنترولرز اللي هي المكونات الالكترونيه اللي تتبع النظام، لان هذا النظام يراد له كنترول عالي جدا. هذا الرسم الثاني للاطلاع، لكن شويه يقرب الصوره لصوره واقعيه اكثر، وكانه مجهر انا قاصه وجا اشوف جاي يصير. ماشي. المتحسسات اذا تشوفون هنا مثلا مخلينا متحسسين سكندري اللي هو الاعتيادي لهذا سكندري الكترون ديتكتر والاكس راي ديتكتر. اذا بالمجهر الالكتروني ما طول انا عندي حزمه الكترونيه فولتية عالية تضرب سطح، إذا تتذكرون من حكينا الإكس راي جنريتر إكس راي تيوب اللي يولد الإكس راي، هو شنو هو حزمة الكترونية تضرب السطح تتولد إكس راي، بالمجهر الكتروني أيضا كذلك تتولد عندي إكس راي. المجاهر الإلكترونية الحديثة يستفادون من هذه الإكس راي، شي يطلعون منها؟ يطلعون منها التحليل الكيميائي، يطلعون المركبات. بس إحنا المجهر اللي عندنا يطلع التحليل الكيميائي لكن المركبات ما يطلعها. ماشي. نرجع نكمل هنا. ذا الكترون كولوم اوف ذا سي ام كونسيست اوف الكترون جان. الالكترون جان يعني هو المشع اللي هو اللي هو الفيلمنت مال التنجستن ان تو اور مور الكترون ماجنتيك لينسز، اما يعني منظومتين عدسات مغناطيسيه. يعني احنا من نقول عدسه مغناطيسيه ليش نسميها عدسه؟ لانه الحزمه الالكترونيه بالفاكيوم المجال المغناطيسي ممكن يغيرها يسويها فوكسنج او دي فوكسنج يعني التركيز والنشر والتحريك. ذا الكترون جان جنريتس فري الكترون، راح يولد لي الكترونات حره يعني خويه التنجستن والقرص القريب منه اللي بيفرق جهد عالي راح تتولد هاي الكترونات الحره بالفاكيوم. ذيس الكترون انرجيز الطاقه مالته توصل من 1 الى 40 كيلو الكترون فولت، يعني من 1 الى 40,000 من 1000 الى 40,000 فولت ان ذا اس اي ام. ذا بيربس اوف ذا الكترون لينزز الغايه من هاي العدسات المغناطيسية is to create a small focused electron probe حتى تسوي لي تصنع لي حزمة إلكترونية مركزة on the specimen على العينة. Most scanning electron microscope can generate an electron beam، يعني معظمها تولد الإلكترون beam at the specimen surface with a spot size less than 10 نانومتر. إذا قطر الحزمة الإلكترونية ممكن يوصل أقل من 10 نانومتر. حتى تفهمون العشرة نانومتر شنو، الواحد نانومتر تقريبا 5-6 ذرات، يوصل 7-8 ذرات هذا يعني، ولذلك التكبير ماله يوصل من الحجم الجزيئي، يعني بعض المجاهر الكترونية تكبيرها يوصل مليون مرة. ان دايامتر يعني اي جسيم البعد ماله 10 نانومتر اذا بقدرة التكبير العالية ممكن احسه كنقطة، لكن اقل من 10 نانومتر ما افتهمه.
زين. Typically the electron beam is defined the probe diameter D in the range of 1 nanometer to 1 micrometer. إذا الدقة مالته من 1 nanometer diameter يوصل لي 1 micrometer. 1 micrometer يعني من أريد أشوف الجسم يعني أشوف لي فتحة حشرة صورة كاملة إلها. يعني ما أحتاج الكترون بيم أركزه كلش عالي، أخذ 1 micrometer تبين عندي بالتكبيرات القليلة اللي هي 80 مرة 100 مرة 200 300 مرة. وعندي البروب كرنت اللي هو الكرنت اللي التيار اللي يتولد، طبعا التيار كلش قليل يعني اما بالمايكرو امبير يعني 1 بالمليون من الامبير او بالبيكو امبير اللي هو 1 بالمليار من الامبير. هذا يبين عندي بالشاشه اثناء الشغل اعرف ايش قد قيمته. اند بروب كونفرجنس الالفا الزاويه مالته اما 10 اس ناقص 4 بالديجري بالراديان او 10 اس ناقص 2. كل ما تصير الزاويه اقل يعني 1 بالعشرة آلاف درجه، وهنا 1 بالمية درجة راديان مو بالدقري، والراديان هي 57 دقري تقريبا. كل ما الزاوية تصير قليلة جدا معناها أنا أقدر أشوف الصورة ثلاثية الأبعاد أكثر. كل ما الزاوية تكون كبيرة مثل عيوننا الرؤية البسيطة، كل ما يعني ما أقدر أشوف دقة الـ 3D واضحة بالمجاهر الضوئية عادة. To produce image the electron beam. هاي يعني هذا الحكي هسه هذا بالإنجليزي، هذا حكيت لكم اياه بالعربي فهمتكم المبدا شنو ماله. تريدون اشرح لكم اياه عادي يعني اترجم لكم اياه واشرحه؟ وياي انتو؟ نعم دكتور. دكتور كيفك يعني عربي او انجليزي؟ اي اشرح لكم اياه بشرح بسيط. To produce image the electron beam is focused into a fine probe. حتى ننتج الصورة فالتركيز راح يصير على نقطة معينة which is scanned across the surface. هاي النقطة راح تمشي scan يعني تمسح السطح of the specimen للعينة with the help of scanning coil بمساعدة الكويلات المغناطيسية اللي توجهها مثل ما شفنا بالصورة الأولى اللي قلت لكم. هاي الكويل each point كل نقطة on the specimen that is struck كل نقطة تضرب العينة by the accelerated electron بالإلكترونات المعجلة emit a signal تنطيني فد إشارة. هاي الإشارة in the form of electromagnetic radiation بطريقة إشعاع الكترومغناطيسي اللي هو يعتبر شنو هذا الإشعاع حسب نوع الإشعاع في الديتكتورات تحس selected portions of this radiation usually. أما الإشعاع يكون نوعه يعني هو يعطيني كل الأنواع، لكن أكو متحسس يأخذ بس السكندري إلكترون، وأكو متحسس يأخذ بس الباكس كثرة إلكترون. are collected راح يجمعها هذا الديتكتور لكل نقطة ينطي signal. جمع هاي السيجنال the resulting a signal is amplified and displayed on the TV راح تنعرض على التلفزيون أو على الشاشة الكمبيوتر. سابقا المجاهر القديمة كانت عندنا أكو شاشة تصير بصف الحجرة، شاشة لونها أخضر مثل المتفلورة يعني قديمة، كان عندنا مجهر قديم. حاليا لا، هاي الإشارة وين تدخل؟ تدخل لنظام كمبيوتر. إذا شفتي أكو فد كيس بالصورة الأولى يم المجهر، هاي السيجنال الكنترولر مال المجهر يدزها للحاسبة، والحاسبة تترجمها وتطلع لي وفق برنامج أنا أنصبه للمجهر الإلكتروني زين، وتنعرض لي على شاشة اللي هي الشاشة مثل شاشة الحاسبة وتحكم بها. هاي حديثا يعني، والصورة اقدر اخزنها مباشرة كديجيتال ايمج. فهنا نقول المجاهر القديمة السيستم القديم تي في سكرين اور ا كمبيوتر مونيتور الحديثة. The resulting image is generally straight forward to interrupt. زين الناتج هاي الصورة اللي عندي at least for topographic imaging of object at low magnification. فش تطيني؟ تطيني طبوغرافية للسطح. يعني الصورة اللي اشوفها بمجهر الكتروني مو مثل المجهر الضوئي اللي انتو تفحصون به العينات انه صورة 2 dimension فترسموا عليه خطوط وقول هذا المايكرو ستراكشر. لا، يعطيني شكل الحبيبات الحقيقي بال 3 dimension الشونة. يعني اذا سطح مكسور معدني اكبر اشوف البلورات شكل الكسر الشونة حبيبة حبيبة. نرجع The electron beam interacts يتفاعل الالكترون بيم with the specimen to depth of approximately 1 micrometer. يعني هاي الحزمة الكترونية من تضرب السطح تخترق بعمق يوصل تقريبا لواحد مايكرومتر. فشي يعطيني complex interaction تفاعلات ويا هذا السطح of the beam electron with an
with the atoms of the specimen. ويا من؟ ويا ذرات السطح. هاي الحزمة الكترونية عالية تضرب الذرات تطي بيها بعض التفاعلات مثل الإشعاعات الأخرى. The need of understanding the process. حتى نحتاج نفهم هاي العملية لتكون الصورة for reliable interpretation of image arises in the special situation are mostly in the case of high magnification imaging. من نوصل بقدرات التكبير العالية راح تبين تأثير هاي التفاعلات والأشعة اللي تطلع عندي. In such case knowledge of electron optics beam specimen interaction حتى نفهم هذا الشيء والديتكشن والتحسس والفيزواليزيشن حتى نشوفها is necessary to successful utilization of the power of the SEM. يعني المتخصص اللي يشتغل على الجهاز يحتاج يفهم هاي التفاعلات، يفهم حالة اللي يصير حتى من يشتغل يعرف شلون يسيطر على الظروف ويطلع أفضل صورة عنده. العدسات of the SEM, the purpose of the electron lenses هاي حكيناها to produce convergent electron حتى تحرف مسار الكترونات أما تركزها أو بالعكس تنشرها with directed crossover diameter. The lenses are metal cylinders. العدسات هي عبارة عن أقراص اسطوانات معدنية والcylindrical hole بها فتحة بالنص زين which operates in a vacuum تعمل بالفاكيوم وأكيد أكو ملف دار ملفوف على مود يولد للمجال المغناطيسي. Inside the lenses magnetic field is generated من يتولد هذا المجال المغناطيسي which in turn is varied هو يتغير كل ما يزيد مثلا اركز بحزمه يقل حزمه تتبعثر اكثر تكبر وهكذا اللي هو يكون هذا شكلها. هذا بشكل بسيط للعدسه المغناطيسيه الموجوده بالمجهر. الحزمه الكترونيه تدخل داخل هاي الهول وتطلع بالاتجاه الاخر. طبعا هاي الدقه مالتها اذا تشوف تقول يجي اي واحد يلف هالملف هذا باب الشرجي ويطلع ملف مثله ويصنع مجهر الكتروني. المشكله وين؟ هذا الملف من ملفوف بدقه يعني فوق ما تتصورون، وبنفس الوقت مسوي له معايرة شلون البالانس مال السيارة، مسوي له معايرة بحيث الدقة مالته تصير بانتظام المجال المغناطيسي لدرجة نانوية من الصعب واحد يتخيلها. انه أنا اقدر اخلي بهذا الملف حزمة الكترونية القطر مالها يوصل واحد بالالف من قطر الشعرة، ولذلك مو اي ملف واحد يقدر يقول اصنعه ويمشي عنده. نجي التفاعلات اللي تصير عندي هذا السطح مال العينة ضربته هاي الأسهم الاثنين اللي هي الحزمة الإلكترونية شتولد عندي شكل التفاعل يوصل لعمق واحد يعني هنا يوصل لواحد مايكرومتر هنا الإلكترونات بعدها تتولد عندي الإكس راي عمق واحد نانومتر يعني تقريبا عمق 8-9 ذرات شتتولد عندي الإلكترونات تنعكس شو نسميها أوغر إلكترون. هذه اكو مجهر خاص نسميه المحاضرة اللي وراها ناخذه اللي هو الاوغر سكانينج الكترون مايكروسكوب ذاك يتحسس هاي الالكترونات فقط وهذا استخدامه يستخدم للاغشية الرقيقة فقط ويقدر يتحسس لي مثلا نوع المعدن وتركيبه الكيميائي بالضبط. انزل شوية الكترونات تخترق بعمق اكثر اللي هي السكندري الكترون اللي توصل عمق 100 نانومتر يعني 10 مايكرومتر. هذه الصورة اللي تطلع لي في اي مجهر الكتروني معروف يعني. اكو عمق اكثر تنزل الكترونات وتنعكس من اكثر من مستوى ذري فش نسميها ان الاستيكالي باك سكاترد الكترون هاي توصل عمق 1 مايكرومتر. هذه نتيجة انعكاساتها شو تولد لي؟ تاخذ مثل البصمه من طبيعه الماده الموجوده من تنعكس فاذا اتحسسها ايش تعطيني تعطيني هذا المعدن ثقيل هذا المعدن خفيف حسب العدد الذري ماله. من انزل بالعمق فوق الواحد مايكرومتر لا راح تتولد عندي تفاعل شو يولد لي اكس راي هذا يولد لي كونتينيوس هذا فلوريسنس هذا كاركترستيك الكاركترستيك استفاد منه بفحص شنو المركبات هذا أكسيد نتريد بوريد نترات الصوديوم هيك يعطيني الأعمق منه شو يعطيني كونتينيوس إكس راي والأعمق منه بعد يعطيني فلوريسنت الفلوريسنت شو أقول لا أطلع التركيب الكيميائي منه يعني الفرق بين المركب والتركيب الكيميائي من يقول لي عندي مثلا أكسيد أو نتريد التيتانيوم أوكي بس ما أعرف إيش قد تيتانيوم إيش قد نيتروجين الفلوريسنت إكس راي المتحسس مالها يقول لي عندك نيتروجين نسبته قد
تيتانيوم نسبته قلت. فإذا عندي مجهر حديث يعني هاي المجاهر الحديثة ينطيني يعوضني عن الإكس آر دي، يعوضني عن التحليل الكيميائي، وبنفس الوقت يعطيني طبيعة السطح، فيعتبر هذا تحليل كامل لخواص المادة. هنا الحكي حكيته نفسه اللي هو نفس الرسم هذا، بس أنا حكيتكم إياه بالعربي. الإيمج فورميشن حكيناها لكم، شلون تتولد الصورة. هذا الرسم هو يعبر عنها، هاي الحزمة الإلكترونية تجي تضرب هاي النقطة، إذا شوفوا النقطة نقطة نقطة عدة نقاط، يعني ضربت هاي النقطة شو ولدت؟ ولدت فالسيجنال، السيجنال المتحسس أخذها، المتحسس وين ودى السيجنال؟ نقلها للمضخم اللي هو الأمبليفاير، الأمبليفاير عن طريق كنترول سيستم وين وداها؟ أما لبرنامج نشوفها بالحاسبة أو مباشرة على شاشة متفلورة يضربها، والشاشة نفس المكان نفس النقطة الإكس واي مالها الإحداثيات تبين نقطة، فإذا نقطة مضيئة نقطة مظلمة، فبالتالي راح ترسم لي صورة على شاشة أشوفها للعينة اللي هي السبيسيمن. هذه بصورة عامة مبدأ تكون الصورة بالمجهر الإلكتروني. وبكل بساطة نجي الماجنيفيكيشن بالمجهر الإلكتروني. بما أنه أنا عندي no optical transformation، ما عندي انتقال optical يعني بصري، is responsible for image magnification in the SEM، يعني يختلف نسميها optical transformation بالمجاهر الضوئية. إذا فاهميها مثلا أجيب عدسة تكبر 10 مرات، العدسة العينية اللي هي يم عيني أخليها وكم وشوروك، وعدسة قريبة على specimen اللي هي بالمجهر، نخلي العدسة يعني العينة جوا السبيسيمن ذيك تكبر في 50 مرة. فقدرة التكبير تنحسب بالأوبتيكال ترانسفورميشن بكل بساطة، 50 × 10 فتطلع قدرة التكبير 500. بالمجهر الإلكتروني ما عندي هيك شيء. فالماجنيفيكيشن از اتشيفد باي سكانينج اريا اون ذا سبيسيمن. فش عندي أنا؟ عندي هاي المساحة الإكس، هاي الإكس خلينا نقول 10 مايكرومتر، وهنا المسافة عندي السي شقد 10 سنتيمتر. خوش، قدرة التكبير شو تساوي؟ تساوي السي على الإكس، يعني 10 سنتيمتر يعني 100,000 مايكرومتر، وهاي 10 مايكرومتر فقدرة التكبير هذه إلى هذه 100,000 × 10 شو تساوي؟ قدرة التكبير عندي 10,000. إيش تنحسب؟ تمام؟ هذا المغزى من هذا الحكي كله. الإيمج كواليتي لا شوي هنا بيها تعقيد، يعني جودة الصورة بالمجهر الضوئي، جودة الصورة تعتمد على شدة الإضاءة، المصدر، النقطة مالت الإضاءة نقطية لو يعني بيها فوكسنج لولا، العدسة جودة العدسة صقلها نقل الصورة بالعدسة، ضياع الصورة، الموشور دقة الموشور، اكو يخلون عدسات اضافيه تكسر لون القوس قزح اللي يطلع على مود نسميه الابريشن ويروح ذاك المجهر الضوئي. المجهر الالكتروني ذا اس اي ام ايمجينج بروسيس انفولف ميجرمنت اوف ذا ديسكريت ايفنتس كولكتد ات ذا ديتكتور. الديتكتور شتجي من سيجنال نظيفه لو وسخه، يعني الاشاره تجي للمتحسس، اذا واضحه يعطيني اوضح. فميجرينج ذا سيجنال اللي هي السيجنال اللي تجي للديتكتور كونسيست اوف counting of number of electron، عدد الإلكترونات أرقامها شقد، كمية ضخمة. إذا المتحسس صغير ومو دقيقة صناعته ما يتحسس لعدد جيد من الإلكترونات، فما تطلع عند الصورة واضحة، يعني الإشارة لكل نقطة ما تطلع واضحة، بالتالي من تنجمع كل هاي الإشارات تتولد للصورة مو واضحة. Since the presence of the noise degrades على مود أقلل التشويش the signal quality is expressed in the signal to noise ratio. اذا هي نسبه بين السيجنال وبين التشويش مالها، اذا السيجنال على النويز. as the mean number يعني معدل of counts الالكترون كل ما يزيد the signal quality improve، كل ما يعني تتحسن جوده الصوره. because the random fluctuation becomes less يعني بعض الالكترونات اللي تطفر منها ومنها تكون اقل. لذلك احنا شلون الديتكتر يجذب الالكترونات؟ مرة صار عندنا عطل بالديتكتر، يعني شكينا اكو عطل، فمن فسخنا المجهر وطلعت الديتكتر
لقيت هذا الديتكتر يشتغل على فولتية 10,000 فولت بالموجب قطب موجب، إذن الفولتية مالته كلش عالية بس بالموجب، يعني أي إلكترون يطلع من ذا السكندر الإلكترون رأسا يلقفه لأن يجذبه، هو مسافة تقريبا 2-3 سنتيمتر من العين. إذا الفولتية قليلة معناه ما يجذب الإلكترونات أكثر، معناه راح تطلع لي شوية باد سيجنال، زين become less significant fraction of the total signal. Contrast يعني سطوع الصورة تباين نسميه is defined as C شي يساوي S2 ناقصا S1 على S2، حيث ال S1 أقل من ال S2 and both represent signal detected at any two arbitrary point in the scan raster. يعني شنو معناها؟ عندي نقطة فحصت حطتني signal 1، نقطة بصف حطتني signal 2، فسيجنال 1 وسيجنال 2 كل ما يكون نخلي نقول يعني اذا متساويات فيصير صفر فوق على سيجنال 2، فالكونتراست يكون قليل جدا. شنو معناته حتى تفهموها؟ اذا النقطه اللي اخذتها هذه ماكو يعني ماكو اشاره، الحزمه الالكترونيه راحت في الثقب ذاك المكان، راحت جوا ما طلعت لي النقطة اللي بصفها، إذا ثقب تطلع لي سيجنال 2 ناقصا سيجنال 1 متساويات، معناه ظلام هنا. إذا هاي النقطة بصفها فد نتو، هذا النتو عكس الإشارة كلها، فالنقطة 1 سطوع عالي، النقطة 2 ما بيها سطوع زين على النقطة 2، فتكون الكونتراست عندي كلش عالي. الكونتراست إذا يعني واحد منكم مشتغل بالفوتوشوب أو غيره، التباين اللون، التباين درجة السطوع، يعني من أنا عندي صورة نسميها صورة باهتة يعني رمادية مو كلش واضحة، من أروح على أكوفيت كولوم أمشي بالفوتوشوب الكونتراست شو يسوي؟ اللي بيه شوية سواد يزيد سواده، واللي بيه بياض شوية يزيد بياضه، اللون وردي يحوله إلى أحمر، واللون أصفر يحوله إلى برتقالي، فشو يسوي؟ نسمي الكونتراست عالي، يعني الصورة تصير ساطعة أكثر، هاي معنى السطوع، تباين مالها يزيد. ممكن أي تلفزيون إذا تروحون على المنيو ماله تروحون اكو بالانجليزي تلقون الكونتراست او السطوع، هاي معناها. فكل ما يزيد التباين بين النقاط كل ما السطوع يزيد. فنقول signal and imaging modes in the SEM، مثل ما قلنا لكم المود، يعني انا كم مود اشتغل بالسكانينج، اما اروح اخذ السكندري الكترونز المنعكسه اللي حكينا عليها هنا، وينها هنا، اخذ هاي السكندري الكترون فاقول المود مالي سكندري الكترون ايمج، اروح اخذ الباك سكتر الكترون ديتكتر اخر، اذا المود مالي باك سكتر، اروح اخذ الاوجر الكترون اللي هو بمجاهرنا ما نقدر نسويه لان الاوجر ما يتحسس اي ديتكتر عندنا، المتحسس يصير بارتفاع تقريبا 30-40 سنتيمتر وخلف الالكترون بيم، هناك تروح تفلت ذيك الكترونات، يعني تروح تاخذها فره في النص متر وتروح على الديتكتر، ولذلك مجهرها يختلف كليا. فنقول المود اوجر الكترون، تمام. نرجع وين؟ فالمودات عندنا ذني. السكندري الكترون ديتكتر نقدر نتحسسها بفولتيات خلينا نقول قليلة، يعني ممكن نتحسسها كل ما أقلل كل ما أفضل، حتى شنو الصورة تطلع لي بالتكبيرات العالية أوضح. إذا صورة تكبيرها قليل لا أزيد الفولتية مالتي بشكل عالي جدا، حتى شو حصل؟ أحصل صورة واضحة. إذا تكبير عالي كلش الفولتية العالية شو تولد لي؟ تولد لي توهج للسطح، فما راح أفهم شيء. نجي هنا العيوب بصور المجهر الإلكتروني، أكيد هم بعيوب حالة حال المجهر الضوئي. فالنوع الأول هو الكونتامينيشن، الملوثات. The term contamination describes the collective phenomena by which the surface of the specimen undergo deposition of foreign substance. يعني السطح مالي مو نظيف، مثلا عليه بخار مترسب كربون او اي معدن اخر، فراح يعني شلون السطح المترب وطبل الصورة ما يطلع لي واضح، ليش؟ لان هاي الاوساخ ايش راح تسوي؟ شوي تبعثر بالحزمة الالكترونية، فما راح تعطيني اياها واضحة، وخصوصا وين نحكي هنا، هي مركبات الهيدروكربونية،
هاي شو وقت تصير عندي من ابدي اشتغل هواية وهواية ونوبات ناس تجيب لي مواد خلينا نقول احيائية، يعني هاي الحزمة الكترونية طبعا بعض المناطق ترفع حرارتها وتولي لا تبخر او تلف بها، فشي يصير عندي تكدس للمتبقيات الكربونية داخل الغرفة مالت المجال الكتروني، فلتولد لي هاي الملوثات اللي هي شو تسوي؟ تسوي لي عدم دقة بالصورة. هذا النوع الديفكت الأول. الديفكت الثاني هو التشارجينج، عملية الشحن. شرح هذا الحكي كله حتى تفهمونه، أنه الحزمة الكترونية هي شنو؟ هي شحنة عبارة عن مجموعة من الكترونات تضرب السطح. هذا السطح إذا كان عازل، يعني أريد أفحص لفد مادة عازلة، تضرب السطح الحزمة الكترونية، أول ما أشوف الصورة أشوفها واضحة خلال أول ثانية ثانيتين، ورا 3-4 ثواني شي يصير عندي؟ هاي الحزمة الكترونية مو السطح عازل ما راح تتسرب، لأن أنا دائما السبيسيمن الستيج مالها يعني المنصة اللي أخلي عليها العينة بها توصيل كهربائي بالإيرث، حتى هاي الحزمة الكترونية تسحبها وتروح زايدة لا تتكدس. إذا المادة عازلة راح تتكدس، تتكدس بذاك المكان شو تسوي؟ تضاعف حجم الإلكترونات، يعني عددها يتضاعف، فشد تبدي تشع. فالسطح أشوف السطح أول ما أبدي أفحص، السطح واضح، أول ثانيتين ثلاثة بعدني ما ملتقط الصورة، مخازن الصورة، أشوف السطح كله بدأ يشع وضاعت الدنيا كلها عندي. يعني مثل ما واحد مغمض ورأسه مفتح عينه بنص الشمس، الصورة اللي يشوفها كلها ساطعة، كل شيء ما يفهم منها. هاي التشارجنج. شلون نحل هذه وشلون نحل ذيك؟ الكونتامينيشن صيانه مستمره، ننظف الشامبر بالفاكيوم بامب. الحاله الثانيه التشارجنج، مو مال تنظيف، شو اسوي اذا اجيبوا لي ماده عازله؟ شو اسوي؟ اخليها بجهاز اسوي لها طلاء، نسميه جهاز سبترنج، يطلي في الطبقه من ماده موصله جيده بسمك رقيق جدا بحيث ما تأثر على الطوبوغرافي، يعني سمك الطلاء 5-6-10 نانومتر. ودائما نستخدم شنو؟ أما الذهب بالطلاء أو التيتانيوم، العفو البلاتين، أو نستخدم بعض الأحيان حتى الكربون أو النحاس، أكثر شيء الذهب نستخدمه. يعني إحنا عدنا بالقسم نجي نطلع العينة لونها يصير مثل الأصفر بس طبقة كلش رقيقة، نخليها داخل المجهر تبين صورتها واضحة. ليش؟ لأن هاي طبقة الطلاء مات الذهب راح تسحب الشحنة وتسربها من العينة على الستيج، والستيج مرتبط بالإيرث راح يسحب الشحنة وما يصير عندي حالة التشارجنج. متطلبات العينة اللي نحكيها بصورة عامة، يفضل العينات الموصلة للكهرباء، احنا شغلنا معادن أكثر، يعني عيناتنا موصلة. الضغط الفاكيوم يفضل ضغط أعلى من 10^5 ملي بار، يعني فاكيوم شوية عالي أحتاج حتى لا يصير عندي تلويث. بعض المواد الغير موصلة، هاي الاحتياجات تهيئة العينة، انتو عندكم بالمختبر شلون تهيئون العينة؟ سامبلينج وغرايندينج وبوليشينج، بعدين تسوي ايتشينج بالأخير وتيبسوها، وهاي الخطوات مدروسة حتى تفحصوها. المجهر إذا أريد أفحص مايكروستركتر أسوي نفس العينات، نفس التطبيق مال المختبر مال الفحوصات، يعني تحضير العينات حتى أشوف الستركتر مالها، بس أهم شيء تكون جافة ما بها ذرة رطوبة. وإذا العينة غير موصلة أو مثل خفيف مثل ألمنيوم أو مغنيسيوم، هذا يسوي لي مشاكل، أطلي أما بالذهب والبلاتين وبعض الأحيان حتى بالرصاص على مود شنو، أو بالكربون حتى تبين طبقة موصلة يصير عندي تشارجينج. وكو بعض المجاهل الكترونية الحديثة اللي هي variable pressure SEM، شي يسوي بيها؟ مجهرنا موجود بيها الشي، الشمبر والكولوم بيهم فاكيوم، بس اكو بين الشمبر والكولوم اكو فتحة صغيرة قطرها 50 مايكرومتر. شا سوي الفاكيوم مال الشمبر؟ اخليه شوية مو فاكيوم عالي، فاكيوم متخلخل، يعني بيه شوية نيتروجين، يعني انا اضخ نيتروجين واسوي فاكيوم بعدين. هاي ذرات النيتروجين اذا موجودة اكيد راح تأثر على الالكترون بيم، تقلل من كفاءته، لكن شو تسوي؟ تبدي تمس السطح وتسحب منه الشحنة وتروح تطخ السطح مال الشمبر وتفرغ الشحنة. يعني بهيك حالات ما احتاج حتى طلاء بالذهب المواد العازلة، اقدر افحصها، اقلل الفولتية واشتغل. واكو بعض المجاهر الالكترونية الستيج نفسه يصير بيه منظومة تبريد،
يعني إذا أجيب مثلا خلية خلينا نقول بشرية وخلية حيوانية ونباتية، إذا أخليها بالمجهر بالظروف الطبيعية من أشغل الفاكيوم راح تجف. فأني فاحص خلايا للناس، يعني خلايا حية، بكتيريا، فيروسات، مجهرنا ما بي هاي الخاصية، فكأنه تبين مثل البيضة المطبوقة، يعني بيضة مفقوسة ما تفهم راسها من رجليها، بس الخبير يفهم يقول هاي نواة الخلية، هاي الرقعة اللي هنا، هاي كان غلاف الخلية. لا اكو مجاهر الكترونية شو تسوي، هذا الاستيج مبرد ودرجة حرارة ناقص 30 ناقص 40 يوصل ناقص 50 درجة، فشي يصير من نخلي المادة الحيوية عليها تجمد، من اشغل الفاكيوم الثلج يطول، يعني هي الخلية تصير متبلورة فما تتبخر، فمن افحصها بالمجهر اقدر احصل شكلها الحقيقي مثل ما هي. ولذلك هاي الصورة شفتوها بالبداية اللي هي هنا كريات الدم الحمر، هاي الصورة مو مجهر ضوئي مثل مجاهرنا، لأن يعني الكريات ماخذها شكلهم الطبيعي، وإلا لو مشغليهم بمجهر عادي مثل مجهرنا كان ذني كأنه بيضات وطقن، تشوفوا مثل اللقعة هنا ودار مدايها فد خيط رقيق اللي هي يبست وطقت يعني. تمام، نرجع وين وصلنا بالأخير، التطبيقات مالت المجهر الكتروني عندنا اللي هي هذه. أول تطبيق اللي هو المعروف Image Morphology، أحصل بسطح شكله الفيو مال السطح شكله الحقيقي، بلك ماتيريال كوتينج طلع مسوي له سكشن فويل طبقه رقيقه جريد مشبكات نوبات دقيقه افحصها به. النقطه الثانيه ايمج كومبوزيشنال اند سون بوندينج ديفرنسز ثرو كونتراست باك سكتر الكترون، الطريقه الثانيه المتحسس الثاني اللي هو الباك سكتر اشوف به المعادن المختلفه والتداخل اللي بيناتها. النقطه الثالثه مايكرو اند نانو ليثوغرافي remove material from sample، هاي شوي تكنولوجيا متقدمة بس هي موجودة حاليا، يخلون ايون ديتكتر وايون فيلمنت، هذه الحزمة الكترونية تضرب السطح ترفع حرارته تزيله تبخره، فاقدر شو اسوي بنفس الوقت ارفع القدرة ذيك المنطقة ابدي اكشطها للسطح نانويا انظف سطحه وشوف شكو بداخله اثناء الفحص، بعدين اقلل الكترون بيم استخدمه مو للقطع، استخدمه المن استخدمه يعني للرؤيه للفحص. بعدين اكو عند النقطه الرابعه هيت اور كول سامبل واير فيونج ذيم، حكيت لكم اياها، يعني الهيت سامبل اللي هي النماذج العاديه، الكول سامبل اللي هي المجمده، واقدر اشوف الخلايا الحيه مثل ما هي كانت عليه، اللي هي ايضا نسميها تداخل ويا النقطه الخامسه ويت اند دراي سامبل ذيم. النقطه السادسه view frozen material اللي هو الكرايو ستيج يعني الستيج المجمد، ايضا اشوف النماذج اثناء التجمد شلون شكلها. النقطه السابعه بما انه المجهر الحزمه الكترونيه تولد اكس راي، اذا انا اجيب لي فد ديتكتر اللي هو اي دي اس ديتكتر، هذا يتحسس مو الالكترونات يتحسس الاكس راي، وكو دبليو دي اس الاي دي اس انرجي ديسبيرسيف سبكترو فوتوميتر، هذا والدبليو دي اس Wavelength Detector Spectrophotometer، هذا يتحسس الطاقة مثل الإكس راي فيعطيني التركيب الكيميائي، وهذا الشيء يتحسس الطول الموجي مالت الإكس راي تطلع يعطيني أيضا التركيب الكيميائي، لكن دقة الـ WDS أعلى من دقة الإنرجي الـ EDS. تمام، اثنين المتحسسات إن شغلهم Chemical Composition. والنقطة الثامنة Study Opto photoelectric behavior of semiconductor using cathode luminance، يعني النقطة الأخيرة مثل ما تعرفون يعني التكنولوجيا العالية حاليا كلها تشتغل السيميكوندكتر اللي هي المعالجات اللي موجودة بالحاسبة، معالج موجود بالتليفون موجود بأي جهاز حاليا، المعالجات تطورت الدنيا، ولذلك هاي الشركة اللي هي جهزتنا بالمجهر اتذكر ب 2012 قالوا لنا ب 2014 زرناهم قالوا احنا بهالسنة بعنا بس الشركة سامسونج 200 مجهر الكتروني بس بسنة واحدة، ليش؟ حتى سامسونج تحدث تكنولوجيا مالتها من ناحية التلفزيونات التليفونات اكثر شيء يعني المعالجات الدقيقة اللي هي فحص المواد اشباه الموصلات. تمام، والنقطة العاشرة view map grain orientation crystallographic orientation
هاي شوي تكنولوجيا يعني معقدة، اكو فد اوبشن عندنا بالمجهر، اقول له طلع لي كريستوغرافيك، فتطلع لي مثل الخطوط المتقاطعة اللي هي مادة ما ماخذيها. المهم هذا شو طلع بيها؟ الاتجاه البلوري، يعني الكريستال لاتس مالها هاي 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0، تعطيني الاتجاهات مال كل جرين اتجاه البلوري اللي يسوي عندي حالة الدفراكشن. والنقطة الأخيرة الكترون ديفراكشن يوزنج الكترون باكس كثر ديفراكشن اللي هو الاكس راي ديفراكشن نفسه. زين نجي الادفانتج والديس ادفانتج مالته الاوبتيكال. هنا نحكي لحظة هي هاي شون لو ريزوليوشن، هذا للاوبتيكال هنا حاجين الادفانتج والديس ادفانتج حتى نفرق بينه وبين السكاننج الكترون مايكروسكوب. النقطة الأولى بالادفانتج بالاوبتيكال دايركت ايمجينج، يعني التصوير مباشر المجهر الضوئي ويعطيني ريال كولر ايمجينج صورة ملونة. النقطة الثانية فاست مثل ما اشوفهم بالمختبر، اي مجهر ضوئي جيب العينة خليها بصف قرب هاي شغل القلوب هاي بينة العينة. النقطة الثالثة ايزي تو انتجريت بالديجيتال كاميرا، مجرد اشيل وحدة من ذن العدسات اللي اشوف بهن بعيني اخلي كاميرا ديجيتال او اطقها بالتليفون بالعدسة تعطيني صورة مباشرة. ديس ادفانتج مالت المجهر الضوئي اللو ريزوليوشن، يعني الدقة مالته قليلة، ماكو مجهر ضوئي يتجاوز 800 او 1000 مرة بالتكبير. زين اما بالمجهر الضوئي الادفانتج all kind of sample، كل انواع النماذج اللي راح احصل بالمجهر الالكتروني الموصلة وغير الموصلة، والغير الموصلة اسوي لها طلاء stain coating needed. النقطة الثانية based on surface interaction no requirement for electron transparent sample، يعني ما احتاج عدسات على مود اشتغل او اطلي فد شيء يعني مباشرة، هو لان التفاعل يصير سطحي. اذا انتم مثلا بالفحوصات الاخرى اذا ما اخذين مثلا اكو فحص اللي نسميه الالتراسونيك تيستين، اجيب فد مادة مثل الجل اخليه على السطح واخلي الديتكتر اللي يتحسس، بالمجهر الالكتروني ما يحتاج لان التفاعل سطحي مباشر. النقطة الثالثة اللي هي image at all direction، الصورة اللي حصلها بأي اتجاه اريد x y z، اذا ينطيني 3 dimension image. الديسادفانتج ماله low resolution اذا اريد اقارنه ويا الترانسميشن الكترون ميكروسكوب اللي بعدني ما منطيكم اياه، يعني المجهر الكتروني اعلى تكبير يوصل، هم احنا قالولنا بوقتها قالولنا مجهركم يوصل للمليون، لكن من جربنا ورحنا للشركة وقلنا لهم هذا اعلى شيء يوصل 250 الف مرة تكبير، بعد شلون تقول لهم مليون؟ قالوا هاي حكاية تجارية لان ماكو مجهر حتى الكتروني يوصل للمليون بتكسورة دقيقة، فتقريبا يوصل 200 300، نوبات يوصل افضل مجهر توصل 400 الف مرة بالتكبير. لكن من نقول لو ريزوليوشن من اقارنه ويا الترانسميشن الكترون مايكروسكوب، لكن اللي هو اللي اعلى من هذا مواصفاته ولكن شغله يختلف، ذاك يوصل ل 3 ملايين 4 ملايين مره التكبير ماله، ذاك ممكن اشوف به حتى ذرات كذرات منفصله. والنقطه الاخيره يجولي ريكوايرد سيرفيس ستين كوتينج فور ميتلز، للمواد اللي غير موصله احتاج اسوي طلاء بماده موصله حتى افحصها، هاي من ديس ادفانتج مالته، لكن بعض المجاهر الحديثه تجاوزوها. هاي بصوره عامه محاضرتنا كلها، يعني ان شاء الله سهله. مفهومه دكتور؟ اي مفهومه، يعني شرحتها لكم حتى يعني بالمباشر، يعني مسوي لكم يمكن فيديو هنطول تقريبا ساعه الفيديو مالك، شقد قطول الحكي اللي حكيته هسه، لكن يعني على قولتهم بالاعاده افاده كونكم انتم موجودين. اذا عندكم سؤال هم تحبون تسالون على الماده؟ لا دكتور شكرا. اي بصوره عامه المطلوب نجي من اللي ما مطلوب حتى ليش تقولون هاي مطلوبه، عندي النقاط مطلوبه، السمري ريكوايرمنت ذني مطلوبات، عندي المكونات مطلوبه، هذا الرسم مطلوب، عندي هذا الشرح مجرد تفهموه فهم، هذا الرسم مطلوب، هذه تفاعلات اللي تصير مطلوبه ويا الارقام والقيم تفهموها اريد، هذا حكي مجرد للفهم، هذا الرسم مطلوب
كرسم بسيط يعني مثل سمو لي نقطة نقطة تقولوا لي هاي وهنا نقطة دي هاي يعني شلون تتكون الصورة مطلوب منكم هذا الحكي حكي عام هذا حكي للفهم عام العيوب الكونتامينيشن نوعين عندي والتشارجينج إذا فهمتوها أكيد فهمتوها الكونتامينيشن ملوثات علاج التنظيف والتشارجينج علاجها طلاء يجوز أجيب لكم سؤال يعني فهمي ما أجيب لكم نصا مثل ما هي إلا النقاط التطبيقات هاي تطبيقات معروفة اللي هنا 10 تطبيقات مطلوبة منكم والأدفانتج والديسأدفانتج مال التلسكانينج هاي المطلوبة منكم خوش الموضوعنا على السكانينج هذه للمقارنة خليتها الديسأدفانتج والأدفانتج مالت الأوبتيكال ما مطلوبة تمام هاي ما مطلوبة هاي مطلوبة خلاص هذا المطلوب المطلوب من عندنا تمام تمام دكتور تمام تمام دكتور ان شاء الله محاضره واضحه وسهله ان شاء الله عليكم ان شاء الله دكتور ان شاء الله عندكم اي استفسار لا دكتور كلش واضحه لا دكتور واضحه اكيد دختو ممكن تاخذ راحتكم اه دوخنا كذا كذا لا عادي انا متعود على الدوخ ان شاء الله شكرا دكتور يلا اشوفكم خير ان شاء الله ونلتقي الاسبوع الجاي ممنون دكتور ان شاء الله دكتور ان شاء الله هلا بك شكرا دكتور يا هلا بك ان شاء الله دكتور مع السلامه مع السلامه مع السلامه مع السلامه دكتور مع السلامه هلا ضحى هلا مع السلامه سلام دكتور هلا همام هلا بك مع السلامه مع السلامه دكتور مع السلامه هلا بكم